شفت النهارده، اسالك عن مباراه واحده النهارده من نتائج النهارده، الجزائر والجابون. مباراه النهارده طلعت 31-27، منتخب الجابون يعني بيقول انا جاي، يعني مع الجزائر احنا قلنا نبقى في فرق كبير، ولكن لا، الماتش النهارده كان كلوز شويه. الجزائر بقى لها فتره لو تفتكر المستوى بتاعها نازل خالص. تمام. الجابون من السبب عدم الاعتماد على العناصر الصغيره ولا الاكتفاء بالعناصر اللي موجوده؟ هو على ما اظن دي حاجه سنيه، يعني الاهتمام بالحته برضو عندهم الجزائريين ما بقوش زي في التسعينات او زي الثمانينات لما كانوا عندهم قاعده ومهتمين جدا. النهارده الجزائر بتهتم بالالعاب فرديه وبتهتم بالكوره، لكن الفولي والباسكت والهاندبول هم بعاد قوي. فخلينا النهارده في الهاندبول، هم بقالهم فتره بعاد عن الساحه، يعني حتى لما بيحاول بيخش في المربع بصعوبه. تمام. النهارده ممكن في انجولا تعدي عليه، ممكن كافيردي يعدي عليه، ممكن في فرقه كتيره تعدي عليه، المغرب تعدي عليه. فالنهارده لما تقول لي الجابون، الجابون خد بالك كانت عامله جيم السنه البطوله اللي فاتت او اللي قبليها، كان جيم كويس، وكان في فتره من فترات كان بيمرنها جاكسون اللي هو مدير كان لعيب في المنتخب الفرنسي. فرنسي طبعا. فاكيد يعني ايه، في ماتشات افريقيا بالذات بيبقى ما تتوقعش مين يكسب. تمام. الا طبعا فرقتين اللي هم مصر وتونس، تبقى معروفه.